في ذكراهم الثانية، العراقيون يؤبنون القادة الشهداء ويجددون العهد في السير على نهج شهداء العراق. عندما قتلت عائلته بهذه الطريقة، فكل عشائر العراق هم المدعين بالحق الشخصي. حادثة جبلة على طريق كشف الحقائق والمتسببين، وتحقيقات بعهدة الأمن الوطني وسط مطالبات بتقديم المقصرين إلى القضاء. ووسط ترقب وعد عكسي للمدد الدستورية في أروقة السياسة، حديث عن بلوغ تفاهمات تشكيل الحكومة الجديدة مراحل متقدمة. سبحانه وتعالى الثبات وإدامة الجهاد للمجاهدين من إخوتي وأبنائي الذين سطروا أروع ملاحم الجهاد. أهلا بكم مشاهدينا إلى الظهيرة من شاشة الفرات، وهذه تفاصيلها. يستذكر العراقيون هذه الأيام الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر، وتشهد جبهات القتال ضد داعش الإرهابي بطولات قادة النصر الذين سطروا أروع الملاحم ضد الإرهاب الذي حاول أن يمزق جسد العراق. القائدان شاركا في معظم معارك تحرير مناطق العراق من قبضة داعش الإرهابية، وكان لهم الدور الأبرز في التصدي للعصابات الإجرامية. العراقيون يستلهمون من الذكرى الثانية لشهداء قادة النصر كل معاني الوحدة ونبذ الخلافات والتطرف والعمل في صف واحد اسمه العراق. العراقيون يتطلعون لبناء عراق جديد روي أساسه من دماء الشهداء التي سالت لتحريره من براثن الإرهاب. هذا وانطلقت في العاصمة بغداد مسيرة شعبية استذكارا لاستشهاد قادة النصر. حشود المشاركين توافدوا إلى منطقة الجادرية بمشاركة قيادات سياسية وأمنية ومقاتلين في الحشد الشعبي وشخصيات رسمية أخرى، وحمل المشاركون الإدارة الأمريكية مسؤولية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وجنرال قاسم سليماني، منددين بالجريمة التي طالتهم قرب مطار بغداد في كانون الثاني عام 2020. المشاركون في التجمع الجماهيري لإحياء الذكرى الثانية لتأبين قادة النصر شددوا على ضرورة حفظ سيادة البلاد، مجددين العهد في السير على خطى القادة الشهداء. أحمد الزيدي معه المزيد.
في الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر، يتجمع العراقيون من مختلف المحافظات العراقية وبجميع أطيافهم المجتمعية ليحيوا ذكرى الشهداء الأحياء بمهرجان السيادة والشهادة. التجمع السلمي الكبير هذا شهد كلمات وبيانات من زعماء سياسيين وقادة في الحشد الشعبي ليؤكدوا على المضي بما أفنى عليه أصحاب الذكرى حياتهم بحماية الوطن والعقيدة. فهذا التجمع هو رسالة إلى العالم أجمع بأننا سائرون على منهجهم وعلى خطاهم، لأن خطاهم هو خطى الإمام الحسين عليه السلام الذي خطه بدمه الشريفة. فاليوم نقول للعالم بأن استشهاد سليماني واستشهاد المهندس إنما هو شرارة قد أوقدت كل العالم بأن أبناءهم هم على نهج سائرون. وسيبقى شهداءنا شهداء قادة النصر، الخطوة النضالية لنا للدفاع عن تربة الوطن، ونحن التركمان أول من لبوا فتوى السيد دام ظله. ويجب أن دائما وأبدا نحيي ذكرى الشهداء وأن نقف معهم كي لا يضيع دماءهم، يعني مو احنا اللي امطينا الشهداء واللي ضحينا الان نسكت. رفض التدخلات الخارجية بقرارات البلاد السيادية ومصيرها مع المطالبة بجلاء جميع القوات الاجنبية عن الاراضي العراقية هو ما اكد عليه الحاضرون خلال استذكارهم للجريمة الشنعاء التي استهدفت قادة النصر. رسالتهم للعالم اننا لن نتخلى عن قادة النصر، لن نتخلى عن مشروعنا. اسرائيل الى زوال، امريكا الى زوال، ونجدد في هذا اليوم ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية من العراق، وأن لا تكون السفارات مقرا للقوات العسكرية. السفارات تمثل الحالة الدبلوماسية في البلد، ويكون تمثيل الدبلوماسي تمثيل متوازن ومتناسب مع وجود هذه البعثات الدبلوماسية. نجدد البيعة لدماء الشهداء، وكل يوم وكل سنة نأتي هنا نجدد البيعة وفاء لدماء الشهداء، استنكار ما فعل به العدوان الغاشم الأمريكي. ونقول من هذا المكان نستنكر أجرامهم الإرهابي، ونطالب من هذا المكان أن يجعلوا الجريمة البشعة بمنظمة إرهابية. فيما تمثل مسيرة الشهادة والسيادة هذه حالة من الرفض الشعبي والوطني لكل أشكال الظلم والطغيان الذي يمارسه الاستكبار العالمي، فضلا عن الرفض لاستهداف الرموز الوطنية. دعم السيادة الوطنية ورفض الهيمنة الخارجية بكل أشكالها وصورها هو ما يؤكد عليه الحاضرون بذكرى استشهاد قادة النصر. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبية فالح الفياض أن اغتيال قادة النصر جريمة ارتكبت بحق سيادة العراق وشعبه. وقال الفياض في كلمة له خلال الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر، قال إن ضمير الأمة هي المرجعية الدينية العليا السيد السيستاني، وبفتواه المباركة حمى العراق من المخاطر. الشهداء الذين قضوا، شهداؤنا الأعزاء الذين مضوا على هذا الدرب وسقطوا بتلك الجريمة النكراء، جريمة هي اعتداء على سيادة العراق، على كرامة أبنائه، على كل المقاتلين الأخيار الذين قدموا ما يستطيعون دفاعا عن هذا البلد. وفي هذا المقام لابد أن نذكر بكل العرفان وبكل الاعتزاز ضمير الأمة، المرجعية الدينية العليا التي تحمي هذا البلد في الملمات وفي الصعاب، فلها منا كل الاعتزاز والالتزام، وتحت خصوصا سماحة السيد آية الله العظمى السيد السيستاني الذي أطلق شرارة الجهاد وأطلق شرارة النضال من أجل تحرير هذا البلد. من جانبه أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن الحشد الشعبي سيبقى مقاوما مهما تآمروا عليه، وسيبقى قويا مقتدرا منتصرا ولا يساوم عليه أبدا. وتعهد العامري خلال كلمته في الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر بمتابعة الذين قاموا بقتل المعتصمين السلميين الرافضين لتزوير الانتخابات والاستمرار بهذا الطريق. وسيبقى الحشد مقاوم، وسيبقى الحشد إن شاء الله مهما تآمروا عليه،
سيبقى الحشد قويا عزيزا مقتدرا منتصرا لا نساوم عليه أبدا مهما كانت التضحيات ومهما كانت الدماء. وعهدا منا سنتابع بكل قوة الذين قاموا بقتل المعتصمين السلميين، وسنستمر في هذا الطريق، طريق العزة والكرامة، لا نهادن ولا نلين. بدوره أكد أمين عصائب أهل الحق شيخ قيس الخزعلي أن ذكرى استشهاد قادة النصر استذكار لجميع شهداء العراق، مشيرا خلال كلمته في الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر إلى أن الشهيد أبو مهدي المهندس ابن العراق البار وسيبقى اسمان خالدا. هذا اليوم هو ذكرى كل شهداء الحشد الشعبي، هذا اليوم هو ذكرى كل شهداء العراق. في هذا اليوم أنارت شمس الحاج قاسم سليماني وقمر الحاج أبو مهدي المهندس لتنير العراق من ظلمات داعش ولتسطع بالخير كل الخير على كل العراق من شماله إلى جنوبه، بعربه بكرده بمسلميه بمسيحيه بسنته بشيعته بكرده بتركمانه بأيزيديه كل العراقيين جميعا. أعلن المركز الإقليمي لإزالة الألغام في جنوب العراق ارتفاع عدد الضحايا والإصابات في محافظة البصرة، وذكر بيان للمركز الإقليمي أن انفجار لغم من المخلفات الحربية في صحراء الرمال الجنوبية أودى بحياة 6 شهداء و7 جرحى، مؤكدا على ضرورة الالتزام والحذر من التنزه في الأماكن البرية التي تحوي على مخلفات إرهابية أو حربية أو قرب الأنابيب والمنشئات النفطية لخطورتها. عز رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم بضحايا انفجار لغم أرضي في الرمالة الجنوبية بمحافظة البصرة، وجدد السيد الحكيم في تغريدة له تعازيه ومواساته لذوي ضحايا حادث انفجار لغم من مخلفات حربية على أفراد أسرة في صحراء الرمالة، وأضاف أن هذا الحادث المأساوي مدعاة لتسريع الجهود المحلية والإفادة من الخبرات الدولية لتطهير الأراضي الملوثة بالمخلفات الحربية التي تمثل خطرا يهدد حياة المواطنين. من جانبه أعلنت الحكومة المحلية في قضاء الزبيرة بمحافظة البصرة الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا حادثة الرمالة. وقال قائم مقام الزبيرة عباس ماهر السعيدي إن الحكومة المحلية في القضاء قررت الحداد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حادثة الرمالة. أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليف جهاز الأمن الوطني في التحقيق بمجزرة ناحية جبلة شمال محافظة بابل، وذكر بيان لخلية الإعلام الأمنية أن الكاظمي أمر بأن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملابسات حادث جبلة بالتنسيق مع محكمة استئناف محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه. وأضاف أنه تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية الحادث الذي لا يزال التحقيق فيه مستمرا. وأشار البيان أن وزير الداخلية عثمان الغانمي قرر إقالة قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي هلال الشمري على خلفية الحادث في منطقة جبلة، وأوضح أنه تم تكليف اللواء خالد تركي بتسيير أمور قيادة شرطة محافظة بابل بعد إقالة قائدها على إثر المجزرة، لافتا إلى أنه تم إنهاء تكليف العميد علاء شبر من مهام مدير استخبارات بابل وتكليف العميد ظافر تركي بديلا عنه.
من جانبه استنكر ديوان الوقف السني المجزرة الوحشية التي حدثت في منطقة جبلة شمال محافظة بابل، ودعا الديوان في بيان الجهات الأمنية والقضائية إلى اتخاذ أو أن تأخذ على عاتقها مهمة التحقيق بتفاصيل الحادثة والقيام بما يلزم بحق مرتكبيها والوقوف على ملابساتها المأساوية لضمان عدم تكرارها. هذا ونظم العشرة من أهالي قرية الرشايد شمالية محافظة بابل تظاهرات احتجاجية على خلفية حادثة جبلة التي راح ضحيتها 20 شخصا من عائلة واحدة، وطالب المتظاهرون الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وفوري في ملابسات الحادثة الإجرامية وإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين فيها، كما أكدوا على الإسراع في تقديم نتائجها أمام الرأي العام بشكل عادل. لا تزال التحقيقات جارية بشأن حادثة منطقة جبلة التابعة لمحافظة بابل والتي راح ضحيتها 20 شخصا من عائلة واحدة. الأهالي أكدوا أن الحادثة الجنائية وليست إرهابية، ولم يكن المتهم تاجر مخدرات كون لديه قاعدة بيانات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. همام الموسوي. حادثة ليست ككل الحوادث، في هذا البيت الصغير المتهالك حدثت الفاجعة. إبادة جماعية لقرابة 20 ضحية ما بين رضيع وكبير ونساء في منطقة الرشايد التابعة لقضاء جبل شمال بابل. حادثة اهتز بها كل ضمير حي. تصريحات إعلامية أكدت أن الحادثة جنائية بحتة بعيدة عن الإرهاب والمخدرات. الأهالي هنا انتفضوا بكبيرهم وصغيرهم مطالبين القصاص العادل من المتورطين، ابتداء المدعي بالحق الشخصي كل العشائر العراقية، يعني الغريري عندما قتلت عائلته بهذه الطريقة فكل عشائر العراق هم المدعين بالحق الشخصي، لأن هذا الموضوع هو جريمة أسرية. عندما الأسرة الآمنة في بيتها تتوقع سوف يمر بها يوما ينتهون بنفس هذه الطريقة، سوف تكون هذه الأسرة قلقة جدا. تيجي قوة من بغداد بعلم وكيل وزير الداخلية، لا يقول ما أعلم، وإحنا ما يكفينا يقيل مدير الشرطة. شنو مدير الشرطة؟ مدير الشرطة يجوز ضحية، هم جاي الأمر من فوق، نطالب محاسبة المقصرين. شهادة المواطنين في منطقة الحادثة أجمعوا على أن المجنى عليه بعيدا عن المخدرات والإرهاب، بل هو من أصحاب الدخل المحدود ولم تشوبه أي شائبة، والإنسان بسيط فلاح زي ملاحظة. أكو واحد إرهابي يستلم، لا يستلم راتب ما عاطلين كل شهر، راتب ما عاطلين من يدقوه حاسبة زخش. عندنا استخبارات بالمنطقة، منطقتنا كلها استخبارات، أكو أبو استخبارات يضم إرهاب هنا. تعجز الكلمات عن وصف مشاعر الأب في هذه الظروف. تركنا الحديث لأصحاب المصيبة. المسبب هو يجيب على العائلة هاي ومرتها، من ضمنهم هم عائلته هاي، أربع عوائل، ترى أربع عوائل، كل عائلة تحمل 5 نفرات. ويبقى الغموض الكامل الصفة السائدة على حادثة وصفت بالأبشع مرت بها مدينة جبلة وبابل بشكل عام، غموض إذا ما فكت طلاسمه فإنه وبالتأكيد ستكون مخرجاته الإطاحة برؤوس كبيرة في القوات الأمنية. من مكان الحادثة في منطقة الرشايد التابعة لقضاء جبلة شمال بابل، همام الموسوي، الفرات. هذا وأكد محافظ بابل حسن منديل أن المحافظة مستقرة أمنيا منذ عام 2014 ولم تشهد أي أحداث أمنية. منديل أوضح خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بفتح تحقيق عادل بحادثة جبلة شمال المحافظة. الضحايا اللي فقدتهم محافظة بابل اليوم أمس، واللي كانت فقدانهم هو سبب قضية حقيقة لحد هذه اللحظة قضية جنائية سوق لها على أنه قضية إرهابية، وكان الغاية منها
النيل من أمن محافظة بابل واستقرار محافظة بابل. تعرفون حضراتكم أن بابل هي مستقرة أمنيا منذ عام 2014 بعد دحر الإرهاب في جرف النصر، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت مستقرة أمنيا بشكل كبير وما زالت. السيد رئيس الوزراء أمس شكل لجان تحقيقية، وجه بتشكيل لجان تحقيقية على مستويات عالية جدا عالية، بعضها باشرت عملها في موقع الجريمة ومديرية الاستخبارات. التحقيق يجري على قدم وساق. كشف ائتلاف دولة القانون عن حلول بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، ورجح المرشح الفائز عن الائتلاف ثائر مخيف التوصل خلال أيام إلى تفاهمات واتفاقات بشأن الكتلة الأكبر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، ما سيلقي بظلاله على تسهيل عملية تشكيل الحكومة في الوقت القريب. مراقبون أكدوا أن على القوى السياسية أن تسارع بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي لا بد أن يكون لها برنامج سياسي خدمي، فيما يرى آخرون أن مجلس النواب الجديد سيتضمن معارضة قادرة على فرض الدور الرقابي. حسين ياسين. بترقب واسع تنتظر مختلف الأوساط حسم القوى السياسية تفاهماتها والانتقال لمرحلة رسم ملامح الحكومة القادمة بالشروط التي يطمح لها المواطن، حكومة قوية ومنتجة وتتحمل المسؤولية. القوى السياسية تسارع بتشكيل حكومة طبعا، لكن هذه الحكومة هي ليست فقط تشكيل حكومة، وإنما حكومة لابد أن تكون لها حكومة خادمة، لها برنامج سياسي تؤسس إلى عملية سياسية مهمة يعني، وأكيد من أولويات الاستقرار السياسي والاهتمام ببقية الملفات كالملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وما يتعلق بالدولة العراقية. بالتوازي مع هذه الآراء، يرى مختصون في الشأن السياسي أن المسؤولية الأخرى لتحسين الأداء السياسي تكمن في الدور الذي سيؤديه مجلس النواب في دورته الخامسة تشريعيا ورقابيا. البرلمان بكل الأحوال ينبغي أن يكون في المرحلة القادمة أكثر فاعلية، على اعتبار بأن التغيير الذي حصل في هذه الانتخابات هو تغيير طفيف، وعلى اعتبار بأن المرحلة الماضية كان البرلمان معطل ولم تكن هنالك يعني لم يكن هنالك أداء حقيقي في التشريعات والقوانين من قبل مجلس النواب. لذلك أقول سوف تكون هنالك رقابة خشنة في المرحلة المقبلة، على اعتبار بأن هذه الانتخابات قد أفرزت لنا لون جديد من التغيرات السياسية. وفي ظل هذه الدعوات، تبقى المدد الدستورية واحدة من أهم المتبنيات التي ينبغي على جميع الأطراف الالتزام بها. مقابل هذه المعطيات، ينتظر الشارع العراقي معادلة سياسية جديدة لا تتكرر من خلالها التجارب السابقة حكوميا وبرلمانيا. حسين ياسين، الفرات، بغداد. بهذا مشاهدينا تنتهي الظهيرة، قدمناها لكم من شاشة الفرات. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.